مدرك تماما ان المنافسه شرسه، وعلشان نوصل بقاعه مؤتمراتنا انها تنافس مؤتمرات عالميه ممكن يكون دول اقتصادها بيبنى عليها، الموضوع مش بسيط ومش سهل. فاحنا مستعدين، وهل احنا ممكن يكون لينا مكان في هذه الخريطه؟ هو مش سهل، هو صعب جدا جدا جدا. وأفضل أن أنا أشيل كلمة المنافسة على الأقل في السنتين ثلاثة الجايين، أبتدي أتكلم على هل ممكن يبقى لينا دور ومكان. أيوة ممكن يبقى لينا دور ومكان. مع الأسف الشديد إلى يومنا هذا أقدر أقولك أنه لا يوجد أي اهتمام حكومي على مستوى مجلس الوزراء بالكامل لحاجة اسمها سياحة المعارض والمؤتمرات أو بزنس المعارض والمؤتمرات. مفيش اهتمام، مفيش رعاية. يمكن الرعاية الوحيدة الموجودة هي زي حاجات كتيرة في الدولة، هي رعاية السيد الرئيس، بدليل ان احنا فاتحين النهاردة بقالنا سنة. سيادة الرئيس جالنا 19 مرة في أحداث وفعاليات، ندوات، معارض، مؤتمرات.